السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال ستاتستيك ديسكريبتيف اللي كان في السيمستر ان يعني في اس ان. بالنسبه لاشين حنا معاك ان شاء الله اللي تقدم لكم جميع لي موديل ديال اس ان من لانتروداكسيون على ليكونومي حتى لا لونغ، يعني جميع لي موديل سبعه بيهم ان شاء الله. تلقى لي اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت. اول حاجه نشوفوا لو بلان دو كور. بالنسبه للبلان دو كور لا نشوفوا نقسموا ضربعه ديال الاجزاء. غيكون عندنا الشابتر الاول اللي هو ديفينيسيون اي تيرمينولوجي، غيكون عندنا الشابتر 2 اللي هو لا بريزونطاسيون دي دوني، وغيكون عندنا الشابتر 3 اللي هو لا ريداكسيون دي دوني اللي غنشوف فيه الانديكاتور ستاتستيك، والشابتر الاخر اللي هو ستاتستيك دو دو فاريابل. نرجعوا للشابتر الاول. بالنسبه لا ديفينيسيون اي لا تيرمينولوجي غادي نشوف لا ديفينيسيون ديال لا ستاتستيك، نشوفوا التعريف ديال لا ستاتستيك، ونشوفوا لا تيرمينولوجي يعني الكلمات اللي كنستعملوهم في الاحصاء. شابتر 2 غادي نشوف فيه لا بريزونطاسيون دي دوني، وكاين عندنا دو ميثود، كاين لي طابلو ستاتستيك يعني الجداول الاحصائيه اللي كنقدوهم، وكاين عندنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك يعني كنقدو منحنيات. عندنا شابتر 3 اللي هو لا ريداكسيون دي دوني، يعني غادي نبقاو نحسبوا لي زانديكاتور، غادي نبقى نحسبوا لو مويان، نحسبوا لو ميكس، لو مان، لو ميكس، لو مين، نحسبوا بزاف ديال لي زانديكاتور. وعندنا اربعه ديال الانواع ديال لي زانديكاتور، عندنا لي بارامتر دو بوزيسيون، لي بارامتر دو ديستريبيسيون، لي بارامتر دو فورم، اي ديرنييرمون دو كونسونتراسيون. غادي نشوفهم بالديتاي ان شاء الله. واخر شابتر اللي هو ستاتستيك دو دو فاريابل. دابا نشوفوا ديفينيسيون ديال لا ستاتستيك. قبل ما نبدا نشوفوا ديفينيسيون كنقول لكم تابوناو معنا في لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم باش تسام في لابارطاج ديال لا فورماسيون. ديفينيسيون ديال لا ستاتستيك هي هذه: اي لونسومبل دي انسترومون اي دي ميثود، يعني مجموعه من الادوات ومجموعه من الطرق. سيونتيفيك يعني هي علميه، كي بيرمي اوبسيرفي كوليكتي اي اناليزي. يعني عندنا هنا 3 بوين اللي هما برينسيبال، اللي هما هنايا نعلمهم ليك نعلمهم، لان هنايا اوبسيرفاسيون، عندنا لا كوليكت، وعندنا لاناليز. يعني لوبسيرفاسيون اللي هي الملاحظه، كنلاحظوا الظواهر، كنديروا لا كوليكت ديال لي زانفورماسيون اللي هو جمع المعلومات، ابري كندير لاناليز دي زانفورماسيون اللي هو تحليل المعلومات. يعني شنو قلنا؟ اي لونسومبل دي انسترومون اي دي ميثود سيونتيفيك كي بيرمي اوبسيرفي كوليكتي اي اناليزي دي دوني كوانتيتاتيف. هاد كوانتيتاتيف ابري نشوفوا اشنا هي كوانتيتاتيف، كاش يعني كوانتيتاتيف. اوكي، اي دي دوني كوانتيتاتيف اي دو تيرير دي كونكليزيون افان دو فاسيليتي لا بريز دو ديسيزيون. يعني ملي كنديروا التحليل كناخذوا دي كونكليزيون، يعني كنديروا لانتربريتاسيون اشنا هي المعنى ديال ان عندك واحد لو مويان ايكال 9 ولا واحد لو مويان ايكال 10، وكنديروا لا بريز دو ديسيزيون اللي هو اتخاذ القرارات. يعني في الاخر كتخلينا نتخذوا واحد القرار اللي هو لا بريز دو ديسيزيون. اوكي، يعني عندنا لا ستاتستيك ديسكريبتيف comprendre trois principales branches. Il y a trois principales branches. À ce moment, il y a des branches qui sont la statistique. La branche le wall, c'est la collecte des données. Yani, la collecte des données, c'est un analyse de l'information, soit de manière exhaustive, soit par sondage. Yani, exhaustive, c'est un dérou l'ihsa, l'adik l'mjmoua koula, par sondage, c'est un dérou l'ihsa, le wahd l'ayina. Deuxième branche, c'est le traitement des données. Il s'agit de traiter les données et d'organiser en tableau, etc. pour faciliter l'exploitation. هنا كنديرو التحليل ديال المعلومات، كنحاول نقادو مبيانات، كنقادو دي طابلو، كنحسبو لي زانديكاتور باش نديرو التحليل ديال المعلومات ونفهمو لي زانفورماسيون كثر. واخر حاجه اللي هي مهمه بزاف اللي هي لانتربريتاسيون. بالنسبه لهاد الاواخر الاساسيه ولاو كيركزو على لانتربريتاسيون، حيت لا كوليكت كيديروها دي زيكسبير ديال لا كوليكت ديال لانفورماسيون، كيجمعو لنا المعلومات، كنديروا التريتمون ديال لي دوني. بالنسبه لهاد التريتمون لي دوني كاين دي لوجيسيال انفورماتيك اللي كيديروا لا تريتمون دغيا، بلا ما تبقى تحسب انت ولا كتعطي لي انفورماسيون كيعطيك لا تريتمون ديال لانفورماسيون. يعني اهم حاجه اللي كديرها هي لانتربريتاسيون، انك تحلل المعلومات ولا تعطي المعنى ديال هذوك المعلومات.
il s'agit d'interpréter le résultat ou ملي كنديروا l'interprétation كنقدروا نتخذوا القرارات اللي هي la prise de décision. هنا ندوزو دابا la terminologie, يعني نشوفوا الكلمات المستعملة في الإحصاء. La terminologie, أول حاجة نبداو فيها هي la population. غنشوفوا هاد la terminologie باش après يكون عندك الكور سهل. أول terme اللي هو la population اللي هي بين مسمية ديالها et l'ensemble des individus, هي هو داك المجموع ديال الأفراد, المجموع ديال الأفراد ولا كتسمى unité statistique. اسم اللي كنقول individu ماشي بالضرورة شخص, ممكن عندنا يكون عندنا la population هي مجموعة ديال لي فواتور, هي مجموعة ديال مثلا كندرسو مثلا في واحد الحديقة ولا في واحد مثلا ديال الحوت ولا واحد المجموعة ديال البشر ولا المهم واحد لا بوبيلاسيون هي مجموعة ديال لي زونيتي ستاتيستيك اي اون كاركتير كوما ا ايتوديا. كيكون عندهم واحد المميز اللي كندرسو اون كوما, كيكون عندهم كلهم هذاك المميز باش ندرسوهم. لا بوبيلاسيون اون جينيرال نوتي بار بي, كنرمزو ليها بي. إلي فيكتيف توتال, يعني هذاك المجموع ولا العدد توتال ديال لي بيرسون كنسميوه لي فيكتيف توتال. Et notre dans population est noté N majuscule, car nous avons N majuscule. Maintenant, l'exemple de la population. Adam Jumad de la Bachar est la population. Gandar Sofia, maintenant, la tête des femmes ou la tête des hommes. Il y a un nombre de caractères comme l'homme, le sexe, ou la femme, l'homme, ou la population est la somme des personnes. Ou bien, nous avons des autres objectifs. Maintenant, الاقلام, ندرسوا هذه المجموعه ديال الاقلام, مثلا ندرسوا الطول ديال الاقلام في القسم ديال التلاميذ, كل تلميذ الطول ديال القلم الرصاص ديالو والكولور ديال الاقلام اللي عنده, يعني بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا ندرسوهم عفوا. ندوزو الدوزيام تيرم اللي هو لي شانتيون. اشنا هي لي شانتيون؟ هو اون بارتي او اون سوز انسامبل ريبريزونتاتيف دو لا بوبولاسيون دوني, يعني هو واحد الجزء من هذيك لا بوبولاسيون. إلا كانت لا بوبيلاسيون هي هذيك المجموعة ديال لي بيرسون اللي قلنا هي لا بوبيلاسيون, لي شونسيون هي واحد الجزء من هذاك لا بوبيلاسيون, يعني هذا اللي مدور بالاحمر هي لا بوبيلاسيون, واحد الجزء لي شونسيون هي واحد الجزء من لا بوبيلاسيون. ندوزو لا تخوازيام تيرم اللي هو لانديفيدو اللي كتسمى اونيتي ستاتيستيك. توت اليمون بارتيان à la population ou à l'échantillon est indivisible, يعني موحد ou la مفرد, يعني فردي. مثلا ملي كنقول لا بوبولاسيون ديال لي بيرسون, لانديفيدو هو هذاك الفرد. مثلا ملي كندرسو مثلا لي فواتور, لانديفيدو هو ان سول فواتور. يعني الا قلنا ان لا بوبولاسيون هي هاد لي بيرسون, المجموعه ديال لي بيرسون, مثلا هاد لي بوبولاسيون ديال المغرب, الا قلنا هادي لا بوبولاسيون لي شونتيون, اننا كناخدو واحد الجزء من هاد لا بوبولاسيون. و اشنا هو لانديفيدو؟ هو واحد البيرسون نص لا بوبولاسيون, يعني كتسمى اونيتي ستاتيستيك اللي هو لانديفيدو في هاد الحاله ولا لي بيرسون. ولكن ملي كنهضروا على لا بوبولاسيون ماشي بالضروره دي بيرسون, ممكن يكونوا اوبجي, ممكن يكونوا دي بيرسون, ممكن يكونوا بيسيات, ممكن يكونوا تلفازات, ممكن بزاف ديال الحوايج نقدروا ندرسوهم. دابا شفنا لا بوبولاسيون, شفنا لي شونتيو, شفنا لانديفيدو, دابا نشوفوا شنو هي لونكيت. هي لونسومبل دي اوبيراسيون فيز ا كوليكتي دي انفورماسيون ريلاتيف, يعني هي مجموعه من الوسائل ولا من الطرق ولا من العمليات اللي كنستعملوها باش اننا نجمعوا لي انفورماسيون. مثلا في العاميه اللي كتشوف مثلا واحد المصطلح ديال لونكيت راه كيكون مستعمل بزاف في المحيط ديالك, كيقول لك مثلا دار ليه البوليس لونكيت, يعني شنو دار ليه البوليس لونكيت؟ البوليس كيطرح عليه مجموعه من الاسئله وهذاك اللي كاين قدام ديال هذاك البوليسي كيجاوبو, يعني كيدير معاه لونكيت, كيعطي الاسئله وهو كيجاوبو كيجمع منه المعلومات. هذه هي لونكيت. وهاد لونكيت كاينين جوج الانواع ديال لونكيت, كاينين لونكيت اللي كتسمى غوسونيومون ولا كتسمى انكيت اكزوستيف, يعني سي لونسومبل لي انديفيدو ولا اونيتي ستاتيستيك, يعني انديفيدو هو اونيتي ستاتيستيك كونستيتي دون بوبولاسيون سون اوبسيرفي انديفيديولمون, يعني شفناهم بواحد بواحد, شفناهم واحد بواحد, يعني شتينا هذاك لا بوبولاسيون سولناهم واحد بواحد واحد بواحد. هنا كتسمى انكيت اكزوستيف, يعني انكيت اللي هي كليه ولا كتسمى غوسونيومون. وكاين واحد النوع الاخر اللي هو كيتسمى بار سونداج. هنا دون لو كا ou la taille de la population est très importante, يعني ملي كيكون عندي لا تاي ديال لا بوبولاسيون كبير بزاف باش ندرسو خصني الوقت بزاف وغادي خصني بزاف ديال الفلوس باش ندرس لا بوبولاسيون. هنا كنخدم بار سونداج, يعني كناخد واحد دي شانتيون وكنخدم عليها. يعني هنا دون لو كا ou la taille de la population est très importante, كبير بزاف. On se constitue plus souvent étudier un caractère de près en partie de la population, يعني
اون بارتي في لا بوبولاسيون مير. كناخذ هذيك لا بوبولاسيون كناخذ منها واحد العينه اللي كنسميوها ايشونتيون وكندرسوها. ملي كندرسو ليشونتيون كتسمى سونداج، وملي كندرسو لا بوبولاسيون كتسمى ريسونيومون. ندوزو دابا نشوفو اخر تيرم اللي هو لو كاركتير. بالنسبه لو كاركتير اللي كتسمى لو كاركتير كتسمى فاريابل ستاتستيك وكتسمى كذلك موداليتي. لو كاركتير هو واحد الكاركتيرستيك دو لانديفيدو انتيغرون لا بوبولاسيون اتودي، يعني هو واحد الكاركتير اللي كيميز هذاك لا بوبولاسيون. اون كاركتير كي في لو سوجي دون ايتود بورت او سي لو نوم دو فاريابل ستاتستيك. كما قلت لكم كنسميو فاريابل ستاتستيك وكنسميو موداليتي. ممكن يكون كولور، ممكن يكون لو سيكس، ممكن يكون لا تاي. مثلا هاد لا بوبولاسيون هاد الاقلام نقدروا ندرسوا اللون ديالهم لا كولور ديالهم. هاد لي بيرسون ممكن ندرس لا سيكس ديالهم واش فام واش اوم، ويمكن ندرس لا تاي ديالهم الطول ديالهم متر و 70 متر و 50. يعني لو كاركتير هو داك المميز اللي كندرسوه في لا بوبولاسيون كيتسمى لو كاركتير ولا كيتسمى لا موداليتي ولا كيتسمى لو فاريابل ستاتستيك. وبالنسبه لهاد لي فاريابل فيهم جوج ديال لي تيب. عفوا عندنا لي فاريابل ستاتستيك بوتيتر كاليتاتيف او كوانتيتاتيف. الا شفنا كاليتاتيف كالي جات من لا كاليتي، ولا كوانتيتاتيف جات من لا كوانتيتي باش تعقل عليهم. يعني كاليتاتيف هي لا كاليتي، كوانتيتاتيف هي لا كوانتيتي. شنو هي كاليتاتيف؟ يعني هاد لو فاريابل عنده واحد المميز ديال لا كاليتي بحال لا كولور، يعني احمر خضر صفر كل واحد عنده لا كاليتي ديالو. اللي كنقول كونتيتي يعني شي حاجه نقدر نعبرها، بحال مثلا الوزن لو بوا كنديرو كيلو كيلونس كيلو ربع، يعني كنعطيوه واحد الرقم كونتي كونتيتاتيف، يعني كنقدروا نعطيوه واحد لا كونتيتي واحد الرقم بحال العمر بحال لاج بحال الطول بحال بزاف ديال الحوايج بحال السخفاس. ولكن اللي كنقول كاليتاتيف يعني عنده واحد المميز بحال الجنس فام اوم. ما تقدرش تقول فام اونس ولا فام ربع ولا فام نص، يعني انا كنقول مثلا عنده واحد لا كاليتي ديالو فام اوم حمر خضر مونسيون بيان حسن جدا يعني باسابل مقبول، يعني عندهم دي كاليتي. وبالنسبه لهاد لي كاركتير نشوفوهم بالديتاي. يعني قلنا عندنا لا كونتيتاتيف اللي كنرى اللي هو لا كونتيتي، يعني مثلا الوزن الذهب يعني عنده الوزن ديالو غرام غرام ونص 2 غرام 5 غرام 10 غرام، يعني عنده واحد لا كونتيتي. وعندنا لا كاليتي اللي عندهم المميز اللي هو عنده واحد لو كاليتي. هنا الى رجعنا لا فاريابل كاليتاتيف فيه عاوتاني انواع، فيه كاليتاتيف اوردينال، فيه كاليتاتيف نومينال، وفيه كاليتاتيف بينير. بالنسبه لكاليتاتيف اوردينال بحال ملي كتشد الباكالوريا ديالك كتشد واحد لو مونسيون على حسب النقطه ديالك، كاين مقبول كاين مستحسن كاين حسن وكاين حسن جدا. يعني هنا نقدروا نرتبوهم نعطيهم واحد الترتيب من مقبول حتى حسن جدا. يعني ممكن تعطيهم واحد لوغد، يعني هذيك اوردينال جات من اوردر يعني الترتيب، ممكن تعطيهم واحد الترتيب كتسموا اوردينال. وعندنا كاليتاتيف نومينال، هنا بحال لي كولور ما تقدرش ديرهم الترتيب، يعني عندهم واحد لا كاليتي ولكن ما تقدرش ترتبهم. وعندنا كاليتاتيف بينير، هنا كيكون عندنا جوج، يعني كيكون جوج ديال لي كاركتير فام مثلا فام اوم، كاين عندنا جوج ديال لي كاليتي فام اوم كيتسمى بينير. وبالنسبه لا كوانتيتاتيف عندنا عاوتاني جوج، عندنا كوانتيتاتيف كونتينيو وعندنا كوانتيتاتيف ديسكري. اشنا هي ديسكري؟ ديسكري مثال ديال الطوموبيل، ما عندكش الفواصيل بحال الطوموبيل بحال لي بيرسون بحال البيسياس بحال التليفون، يعني هما ديسكري. كاين عندك واحد جوج ثلاثه، ما يمكنش تقول عندي طوموبيله اونس ولا طوموبيله فاصله 33، عندك طوموبيله جوج ثلاثه اربعه يعني اعداد صحيحه طبيعيه يعني ديسكري. عندنا كوانتيتاتيف كونتيني اللي هو مثلا كاين فيه الفواصل، مثلا بحال الوزن ممكن تقول غرام ونص غرام ربع غرام فاصله 55 غرام فاصله 77، يعني ممكن تستعمل الفواصل. يعني عندك هنا كتسمى كوانتيتاتيف كونتيني. غنكونوا سالينا هذا الفيديو ديال اليوم اللي هو بالنسبه واحد لانتروديكسيون جينيرال على لا ستاتستيك، يعني واحد مقدمه عامه على الاحصاء. نتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نبداو في لا بريزونطاسيون دي دوني. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، وما تنساوش تبارطاجي مع اصحابكم وديروا ابوني فلاشين باش يوصلكم ديما الجديد. الله يعاونكم، بون كوراج، كنتمنى لكم التوفيق.